السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة معكم مستر صابر ياسين، وهذه قناة سبيشال يوتيوب، قناة الشباب المتميز. والحلقة دي إن شاء الله هحل معاكم تمارين كلمات على الدرس الأول والثاني من كتاب جاينت العمالقة للعام الدراسي 2024. يا ريت على منصة الانترو تضغط لك الفيديو وتشير الفيديو مع زمالك على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي زي الواتس والتليجرام. استنوني بعد الانترو. ورجعت لكم مرة تانية، يلا بينا نبدأ بسم الله. وأول سؤال عندي بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. number one, most newspapers have small pages and short articles with a lot of pictures. الإجابة هتكون كلمة tabloid اللي هي الصحيفة الشعبية الصغيرة اللي بيكون فيها small pages، صفحات أصغر في الحجم ومقالات قصيرة مع كثير من الصور. number two, due to their large size, not newspapers can be inconvenient to read in crowded places. طبعا الإجابة هتكون broadsheet، والجملة معناها بسبب حجمها الكبير فإن الصحيفة الرسمية الكبيرة ليس من غير المريح ولا من غير المناسب، لها كلمة inconvenient غير مناسب أو غير مريح أو غير ملائم، إنك تقرأها في أماكن مزدحمة. number three, to not is to behave in a dishonest way in order to get what you want. الإجابة هتكون to cheat، إنك تغش، معناها إنك تتصرف بطريقة غير أمينة لكي تحصل على شيء أنت تريده. highlight معناها يبرز ويسلط الضوء على، announce يعلن أو يصرح به، convict معناها متهم. number four, the series is very interesting, so the viewers are waiting with not to its end. الإجابة waiting with bated breath، ينتظر بفارغ الصبر، والجملة معناها إن المسلسل التلفزيوني كان مثير وشيق جدا، لذلك المشاهدين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر النهاية بتاعة المسلسل. number five, victims of the crash will be not for their injuries. الإجابة هتكون compensated اللي هو يتم تعويضه، والجملة معناها إن ضحايا التصادم أو الاصطدام سوف يتم تعويضهم على الجراح والإصابات بتاعتهم. punished فعل معناه يعاقب، وده التصريف الثاني منه، pirate يقرصن، cheated يغش التصريف الثاني منه. number six, so far حتى الآن only one knot has been rescued from the scene of the explosion. الإجابة هتكون كلمة casualty يعني ضحية، وحتى الآن ضحية واحدة فقط تم إنقاذها من مشهد أو من موقع الانفجار. emergency يعني حالة طوارئ، casual صفة معناها معتاد، وmurder معناها يقتل أو جريمة قتل. number seven, when someone is officially found to be guilty of a particular crime is called a or an not. الإجابة هتكون كلمة convict معناها متهم أو مدان، شخص محكوم عليه، شخص محكوم عليه. compensator اللي هي المعوض اللي هو بيدفع تعويض يعني، casualty ضحية أو إصابة، وmurder معناها قتل أو جريمة قتل زي ما احنا لسه قايلين من شوية. number eight, they note the death of their mother in the local paper. الإجابة هتكون كلمة announced، والجملة معناها هم صرحوا وأعلنوا موت أمهم في الجريدة المحلية، عملوا إعلان يعني نزلوا نعي عن وفاة والدتهم. طبعا replaced يستبدل مش هتنفع، وcomplained يشتكي، وaccused يتهم. number nine, to not is to spoil or destroy something severely or completely. الإجابة هتكون ruin اللي معناها يتلف أو يدمر، معناها spoil أن تفسد أو تدمر شيئا ما، severely بشدة أو بحدة أو بصرامة أو بشكل كامل. occur يحدث، investigate يتحقق أو يتحرى من، compensate يعوض. number 10,
such bad behavior not all the rules of a civilized society. الإجابة هتكون violates اللي هو معناها ينتهك، والجملة معناها إن مثل هذا السلوك السيء ينتهك كل قواعد المجتمع المتحضر. demands معناها يطالب بحزم، punish يعاقب، announce يصرح أو يعلن. number 11 the jury has to decide whether a person is guilty or innocent or not. الإجابة هتكون كلمة crime، جملة معناها هيئة المحلفين أو هيئة المستشارين اللي هم يكونوا جنب القاضي في المحكمة، عليهم أن يقرروا عما إذا كان الشخص مذنبا أم بريئا من جريمة ما. pirated معناها مقرصن، criminal مجرم، وcommit فعل معناها يرتكب. number 12 people who leak books and join in not are punished for their crime. اللي جابها تكون piracy اللي معناها القرصنة، والجملة معناها الناس اللي بتقوم بتسريب الكتب وتنضم إلى القرصنة أو بتشترك في القرصنة بيتم معاقبتهم على الجريمة بتاعتهم. pirates معناها قرصنة لو اعتبرتها نمل، أو فعل معناها يقرصن لو اعتبرتها فعل. pirated لو اعتبرتها تصرف تاني برضه تبقى التصرف التاني من فعل يقرصن. وتشات معناها يدردش، أو لو خدتها نون هتبقى تردشة. number 13 the نقط in the laboratory led to new safety procedures being implemented. الإجابة هتكون كلمة incident اللي معناها حادثة أو واقعة، والجملة معناها إن الحادثة اللي وقعت في المعمل أدت إلى إجراءات أمان جديدة سيتم وضعها أو سيتم وضعها في حيز التنفيذ أو تخش حيز التنفيذ. يعني occasion يعني مناسبة اجتماعية أو مشابه. bias تحيز أو انحياز، وspin فعل معناه يدور في مدار حول نفسه، يدور حول نفسه أو يجعل شيء يستدير أو يغزل أو ينسج. number 14 deliberate damage to public property is an offense. الإجابة هتكون كلمة criminal، وطبعا هنا كلمة criminal معناها جنائي، والجملة معناها ان deliberate damage اللي هو معناها التلف او التخريب المتعمد في الملكية العامة بيبقى جريمة جنائية، عبارة عن جريمة جنائية. طبعا كلمة crime معناها جريمة، pirated مقرصن، وكميت يرتكب. number 15 workers at the factory not better pay and shorter working hours. الإجابة هتكون كلمة demanded، والجملة معناها إن العمال في المصنع طالبوا بأجر أفضل أو بأجر أعلى وعدد ساعات عمل أقصر أو أقل. يعني spun ده التصريف الثاني من الفعل spin، وcheat التصريف الثاني من فعل cheat، وclaim التصريف الثاني من فعل claim اللي معناها يطالب، اللي هي معناها يزعم أو يدعي. أنا آسف، يزعم أو يدعي. number 16 the report not the importance of exercise to maintain a healthy body. اللي جابها هتكون كلمة highlighted، highlighted معناها يسلط الضوء على، وجملة معناها إن التقرير أبرز أو سلط الضوء على أهمية التمرين أو ممارسة التمرين يعني عشان نحافظ على جسد صحي. ruined معناها يتلف أو يدمر، وتشيت يغش، وcompensate معناها يعوض. number 17 the police are looking for a or a not who has escaped from prison. الإجابة هتكون كلمة convict اللي معناها محكوم أو مدان، والجملة معناها إن الشرطة كانت بتبحث عن الشخص المحكوم عليه أو الشخص المدان الذي هرب من السجن. guard يعني حارس، وvictim يعني ضحية، وكلمة officer يعني ضابط. number 18 the lawyer not his client was provoked into acts of violence. اللي جابها هتكون claim يعني زعم أو ادعى،
والجملة معناها إن المحامي زعم إن موكله was provoked تم تحريضه على أعمال عنف. طبعا معنى الكلمات دي قلناها قبل كده. Number 19, a murder was reported and the police were sent to not. الإجابة هتكون كلمة investigate والجملة معناها إن في جريمة قتل تم التبليغ عنها أو تم الإبلاغ عنها والشرطة تم إرسالها لكي تتحقق أو تحقق أو تتحرى عن المسألة دي. Number 20, it is not to own a gun without a special license. الإجابة هتكون illegal اللي هو صفة معناها غير قانوني والجملة معناها إنه لأمر غير قانوني إن أنت تمتلك سلاح بيكون بدون ما يكون عندك رخصة خاصة لحمل السلاح. legal عكسها معناها شرعي أو قانوني. lawful معناها قانوني. وبرضو كلمة illegally ده الادفرب من illegal اللي هو بصورة غير قانونية. بصورة غير قانونية. number 21, علي who won the quiz is a nut. he looked up the answers online which wasn't allowed. الإجابة هتكون كلمة cheat والجملة معناها بيقول علي فاز بالمسابقة أو اللي هو الاختبار القصير يعني كان غشاش. علي الذي فاز بالاختبار كان غشاش. ليه؟ قال لي he looked up نظر على الإجابات أو جاب الإجابات من أونلاين من على النت يعني وهذا لم يكن أمرا مسموحا به. number 22, his not activities led to his arrest and imprisonment. الإجابة هتكون كلمة criminal وقلنا criminal هنا صفة معناها جنائي والجملة معناها إن الأنشطة أو الأفعال الإجرامية بتاعته أو الجنائية بتاعته أدت إلى إن هو يقبض عليه ويتم حبسه. criminal activities الأفعال الإجرامية. number 22, his not activities led to his arrest and imprisonment. الإجابة هتكون criminal وهي صفة معناها إجرامي والجملة معناها إن الأفعال الإجرامية بتاعته أو النشاط الإجرامية بتاعته أدت إلى القبض عليه وحبسه. official صفة معناها رسمي والسوشيال اجتماعي وcrime معناها جريمة. number 23, publishers suffer significant losses as a result of book not. الإجابة هتكون كلمة piracy اللي هي معناها قرصنة والجملة معناها إن الناشرين أو دور النشر عانت من خسائر كبيرة جدا بسبب قرصنة الكتاب أو نتيجة لقرصنة الكتاب. privacy اللي هي السرية أو الخصوصية. accuracy الدقة. literacy اللي هي التعلم اللي عكسها illiteracy اللي هي الأمية اللي هو ان الإنسان يكون جاهل ما يعرفش يقرأ ولا يكتب. طب ارحم بصوتك ولا يا عم مازن ما تهد صوتك. number 24, the Noah published sensationalized stories about celebrities and scandals. الإجابة هتكون كلمة tabloid اللي هي الصحيفة الشعبية الصغيرة. بيقول إن الصحيفة الشعبية الصغيرة بتنشر قصص وأخبار عاطفية عن المشاهير والفضائح. scandals يعني فضائح. number 25, the convict was charged with not traffic laws by running red light. الإجابة هتكون violating اللي هي معناها انتهاك أو ينتهك والجملة معناها إن المحكوم أو المدان عليه تم اتهامه أو الشخص المدان تم اتهامه أو كان متهم بانتهاك قوانين المرور أو قواعد المرور بأن هو كسر إشارة حمراء. obeying فعل معناه يطيع. enforcing معناها يعمل شيء بالقوة. promoting معناه يرقي أو يعزز أو ينشط.
If you say that someone is مؤط, they are bad-tempered and miserable. طبعا الإجابة تكون كلمة grumpy اللي هو معناها سيء المزاج أو متعكر. والجملة معناها لو أنك قلت أن شخصا ما متعكر المزاج أو سيء المزاج فده معناه أنه هو bad-tempered and miserable, بائس وذو مزاج سيء. نوزي متطفل, objective موضوعي, ولو جت اسم تيجي بمعنى هدف, cheerful يعني مرح. Number 27, I applied for a 1 month مؤقت to learn cooking professionally. الإجابة هتكون كلمة apprenticeship اللي هي معناها فترة التتلمذ على مهنة معينة, والجملة معناها أنا تقدمت بطلب علشان أتتلمذ على تعلم cooking اللي هو الطبيخ أو الطهي لمدة شهر واحد, 1 month professionally بشكل احترافي. sensor يعني مستشعر زي اللي بيكون في الموبايلات, responsibility المسؤولية, self care رعاية الذات أو رعاية النفس. number 28, I was مؤقت to read that 52% of people in the world are under 30 years old. الإجابة هتكون كلمة shocked, ودي صفة معناها مصدوم, وممكن تحط حرف الجر باي أو آت ويجي بعدها نون أو تو يجي بعدها مصدر. والجملة معناها أنا كنت مصدوم لما قرأت أن 52% من الناس في العالم تحت سن 30 سنة. شوك معناها يصدم, أو نون معناها صدمة, وتشيكت معناها يفحص, اكسايتنج معناها مثير. Number 29, as I noted earlier, I don't believe that his information is accurate. الإجابة هتكون as I stated earlier. stated فعل معناه يصرح أو يعلن, والجملة معناها كما صرحت صادقا أنا لا أعتقد أن هذه المعلومات دقيقة. obtain يعني يحصل على, span فعل معناه يدوم أو يمتد, وتشيت فعل معناه يغش. طبعا ده التصريف الثاني منه. Number 30, I have been trying to not permission to publish this book. الإجابة هتكون obtain اللي معناها يحصل على, والجملة معناها أنا عمال أحاول إن أنا أحصل على إذن أو تصريح إن أنا أنشر هذا الكتاب. compensate يعوض, ruin يتلف أو يدمر, وconvict معناها محكوم عليه أو مدان, شخص مدان. Number 32, the first edition of that book was not in 2021. الإجابة هتكون was published بمعنى نشرة, والجملة معناها إن الطبعة الأولى أو الإصدار الأول من هذا الكتاب تم نشره في سنة 2021. came out تنفع لو شيلنا was من الجملة, لو شيلنا was تنفع came out لوحدها, come out لوحدها, بس لازم تكون ماضي تبقى came out عشان عندي هنا سنة من سنة الماضي. الفعل came out لا يأتي في المبني للمجهول. spread ينشر برضو مش هتنفع, لأن ما spread لما بتيجي مع مثلا مع نشر حملة إعلانية أو نشر الوعي أو نشر مرض مثلا أو ينتشر الحريق كده, حاجات من دي اللي بتمشي مع كلمة spread. publisher يعني ناشر. number 32, وات صوتك يا هلأ تحصل للطبوع يا هلأ. Number 32, the مؤقت was warned not to ask the witness leading questions. الإجابة هتكون lawyer, والجملة معناها إن المحامي تم تحذيره ألا يسأل الشاهد أسئلة مضللة, يعني فيها تضليل عشان ما يوقعش في الغلط. layer يعني طبقة, ولو يعني قانون, ولوفل يعني شرعي أو قانوني. Number 33, educationalists are urging education not to reform the educational system. الإجابة هتكون authorities اللي معناها السلطات, والجملة معناها إن خبراء التعليم أو المختصين في مجال التعليم بيحثوا السلطات المختصة بالتعليم إن هم يصلحوا المنظومة التعليمية.
incidents معناها وقائع أو أحداث، traffic اللي هو المرور، court جمع كلمة court بمعنى محكمة أو ملعب تنس. Number 34 don't be so not it's none of your business you should respect others privacy. اللي جابها هتكون كلمة nosy ودي معناها متطفل، والجملة معناها لا تكن متطفلا جدا، هذا ليس من شأنك، ينبغي أن تحترم خصوصية الآخرين. grumpy يعني سيء المزاج، كلمة نويز يعني بواء، وكلمة cheat فعل معناه يغش. Number 35 due to strong winds the boat kept not in circles. الإجابة هتكون spinning ودي معناها يدور حول نفسه، والجملة معناها بسبب الرياح العاتية أو الرياح الشديدة القارب ظل يدور حول نفسه في دوائر. surrounding معناها يحيط ب، learning معناها يتعلم، و swimming معناها يسبح. Number 36 the author decided to register their book to protect their not. اللي جابها هتكون كلمة copyrights. copyrights معناها حقوق النشر أو حقوق الطبع والنشر، والجملة معناها إن المؤلف قرر أن يسجل الكتاب لكي يحمي حقوق الطبع والنشر الخاصة به. stereotype صورة نمطية. liberties الحريات، وكلمة damage معناها تلف أو ضرر، ولو جت فعل معناها يتلف أو يضر. Number 37 It is cruel to not children by making them go hungry. الإجابة punish وده فعل معناه يعاقب، طبعا to بيجي بعدها المصدر. الإجابة الجملة قصدي معناها إنه لشيء قاسي إنك تعاقب الأطفال بإنك تخليهم جعانين، ده حاجة في منتهى القسوة. punishment يعني عقاب. publish ينشر، و publication اللي هو النشر. number 38 the show's success made her an overnight not. اللي جابها كلمة celebrity، والجملة معناها ان نجاح العرض اللي هي عملته خلاها شخصية مشهورة overnight يعني بشكل سريع، خلها شخصية مشهورة في وقت قياسي. celebrate فعل معناه يحتفل. celebration معناه احتفال. deliberate معناها متعمد أو بتجي معنى التأني، شيء فيه تأني. number 39 I can't really be not when I am judging my daughter's work. الإجابة هتكون objective. objective صفة معناها موضوعي، والجملة معناها أنا لا أستطيع أن أكون شخص موضوعي عندما أحكم على العمل بتاع بنتي. يعني في واحد مثلا هو عضو في هيئة تحكيم، وفي ناس من المتسابقين مقدمين شغل، وطبعا الراجل ده عضو في هيئة التحكيم، فبنته من ضمن المتسابقات في إيه؟ في المسابقة دي. فهو عشان يكون شخص موضوعي يعني مش يعني صعب جدا ان هو يكون موضوعي، لازم اكيد هينحاز لبنته في المسابقة وهيكون مايل ناحيتها هي اكتر من باقي المتسابقين. فهو بيقول انا مش هقدر اكون شخص موضوعي لما ابدي التحكيم بتاعي، when I am judging عندما اعطي الحكم على الشغل بتاع بنتي، فطبعا هينحاز لبنته. injustice اللي هو الظلم، fear الخوف، pirated اللي هو مقرصن. number 40 when writing an essay it should not a clear introduction body and conclusion. اللي جابها هتكون كلمة include معناها يتضمن او يضمن او يدرج، والجملة معناها عند كتابة مقالة ينبغي ان تحتوي على او تضم مقدمة وجسد الموضوع وخاتمة. consist ما تنفعش عشان محتاجة حرف الجر of. consist of. enclose معناها يرفق شيء مع شيء. including طبعا should be بعدها المطر زي ما احنا عارفين، including دي مش هتنفع هنا.
Number 41, my not employer gave me a good reference before I moved to another company. الإجابة هتكون كلمة former والجملة معناها صاحب العمل السابق أعطاني تزكية، reference هنا معناها تزكية، أعطاني تزكية جيدة قبل أن أنتقل إلى شركة أخرى. formal يعني رسمي، farmer يعني فلاح، وform يعني استمارة، وبتجيب معنى أو بتجيب معنى شكل أو تكوين. Number 42, there is nothing on at the cinema, let's go to the concert mall. الإجابة هتكون كلمة instead، وهي هنا بتيجي في نهاية الجملة بيكون معناها بدلا من ذلك، ولو جت في نهاية الجملة ما ينفعش ناخد معها حرف الجر of، والجملة معناها لا يوجد شيء معروض في السينما، هيا بنا نذهب إلى حفلة موسيقية بدلا من ذلك. Number 43, she is threatening to take me to Naat for not paying the bill on time. الإجابة هتكون كلمة coerced، والجملة معناها إن هي بتهدد إن أنا take me to court، بتهدد إنها تاخدني للمحكمة لإن أنا ما دفعتش الفاتورة في الميعاد. Court هنا معناها محكمة. كونسرت حفلة موسيقية، بلاي جراوند يعني ملعب، وكاونت فعل معناه يعد، وبالمناسبة كلمة كورت أو أب تيجي بمعنى ملعب تنس. Number 44, we are of course investigating how an error like this could have not. الإجابة هتكون could have occurred. طبعا occurred بتيجي مع الأحداث المرتبة وغير المرتبة، فالجملة معناها نحن بالطبع بنتحرى ونحقق كيف أن خطأ مثل ذلك، لكن معناها مثل يمكن أن يكون قد حدث. غير يعني يتلف أو يدمر طانش يعاقب كومبنسيت يعاقب. Number 45, she hadn't read the letter and so was unaware of its not. الإجابة هتكون كلمة contents اللي معناها محتوى أو محتويات، هي هنا جمع، والجملة معناها أن هي لم تقرأ الخطاب وكانت غير مدركة تماما لما فيه، أو غير مدركة وواعية أو غير ملمة بمحتويات هذا الخطاب. contains ده فعل معناه يحتوي، مش هتنفع. continents جمع كلمة continent اللي معناها قارة، يبقى دي قارات. وcontend دي بتيجي بمعنى يصارع أو يتنافس، أو أوقات بتيجي بشكل رسمي بتيجي بمعنى يؤكد أو يجادل. Number 46, he consulted the map to find the shortest route. الإجابة هتكون shortest route، والجملة معناها إن هو استعان بالخريطة عشان يجد أقصر مسار أو طريق يعني يمشي منه عشان يوصل للديستنيشن أو وجهة الوصول بتاعته. تكنيك يعني أسلوب أو طريقة، method يعني أسلوب، وروت معناها جزر. Number 47, many roads are completely not by snow. الإجابة هتكون كلمة blocked اللي هو فعل معناه يسد أو يمنع أو يحجب أو يحظر. الجملة معناها كثير من الطرق تم أفلها تماما بواسطة الثلوج. طبعا punished يعاقب، shocked يصدم، و convict معناها يحكم على أو يدين به. Number 48, the company lost millions due to not distribution of their software. الإجابة هتكون pirated، صفة معناها مقرصن، والجملة معناها إن الشركة خسرت الملايين بسبب التوزيع والنشر المقرصن للsoftware أو البرنامج اللي هم كانوا منزلين. طبعا piracy القرصنة، pirate دي معناها قرصان أو يقرصن، ومش هنعرف نستخدم لا الكلمة دي ولا الكلمة دي، لأن أنا هنا عندي كلمة اللي هي distribution اللي هو النشوة والتوزيع، ده noun، والnoun بيحتاج قبل منه adjective، بيحتاج قبل منه صفة، وannoyed دي معناها متضايق أو منزعج، مش هتنفع هنا. Number 49, the speaker used visual aids to note important points during the presentation. الإجابة هتكون كلمة highlight، فعل معناه يسلط الضوء على أو يبرز، والجملة معناها إن المتحدث استخدم المؤثرات البصرية عشان يسلط الضوء على النقاط المهمة
أثناء العرض التقديمي اللي هو كان بيقدمه. confuse يربك ويحير، neglect يهمل، وكلمة headline معناها اللي هو العنوان الرئيسي اللي بيكون في جورنان أو غيره. بعد كده عندي exercises on synonyms and antonyms، وأول سؤال فيه بيقول he was grumpy as he had missed the train. grumpy is close in meaning to not. الإجابة طبعا هتكون furious اللي معناها غاضب جدا، والجملة معناها إن هو كان سيء المزاج أو متعكر مزاجه قوي لأنه فاته القطار. طبعا بيقول كلمة grumpy دي هي قريبة في المعنى لكلمة furious. curious دي معناها فضولي، وديلايد معناها مؤجل، وكلمة excited معناها شاعر بالإثارة. number 51 she cheated in the test by copying from the boy in front. cheated is a synonym for not. بيقول إن هي غشت في الاختبار بأنها نسخت الإجابات من الولد اللي كان قدامها. cheat ده فعل مرادف لكلمة tricked اللي هو معنى يخدع أو يحتال. طبعا بقى كلمات solve يعني حل، وكلمة support يعني يدعم، وpromote يعني يرقي أو يعزز أو ينشط. number 52 nothing can make up for losing your father. what does make up for mean. الجملة معناها لا شيء يمكن أن يعوض فقدان أبيك. كلمة make up for بتعني ايه؟ بتعني compensate اللي هو يعوض. encourage يشجع، cheat يغش، cooperate فعل معناه يتعاون. number 53 the doctor was accused of violating professional ethics. violate is antonymous with not. الإجابة هتكون كلمة respect. السؤال معناه بيقول الطبيب اتهم بانتهاك أخلاقيات المهنة. كلمة violate اللي هو فعل معناه ينتهك بيقول عكس كلمة respect اللي معناه يحترم. aspect يعني مظهر من المظاهر أو جانب من الجوانب. disobey معناها يعصى، وbreak معناها يكسر. number 54 her injury ruined her chances of winning the race. ruin can replaced by not. الإجابة هتكون كلمة destroy، والجملة معناها إن الجرح أو الإصابة بتاعتها دمر فرصها في إنها تفوز بالسباق. كلمة ruin يمكن أن يستبدل بكلمة destroy اللي هو فعل معناه يدمر. improve يطور أو يتطور أو يحسن أو يتحسن. repair يصلح أو يصلح. build يبني. number 55 I hadn't had enough sleep so I was grumpy. grumpy is a synonym for not. الإجابة هتكون كلمة in a bad mood اللي هي معناها في مزاج سيء. الجملة معناها أنا ما عرفتش أنام بما يكفي لذلك أنا في مزاج سيء. كلمة grumpy مترادفة مع في مزاج سيء. in a good mood في مزاج حسن، مزاجه كويس يعني، طبعا مش هتنفع. glad معناها مسرور، وpleasant برضو معناها مسرور أو سعيد. بعد كده عندي exercises on expressions على التعبيرات و prepositions اللي هي حروف الايه؟ حروف الجر. فهنشوف رقم 56 بيقول don't argue not him. him يعني شخص، يبقى argue بتاخد حروف جر كتير. طالما جاي بعد النقط شخص يبقى انا هناخد حرف الجر with. جملة معناها لا تتجادل معه يعني ما تقعدش تناقشه. you cannot persuade him as he is stubborn. مش هتقدر تقنعه لانه stubborn يعني عنيد، شخص عنيد. persuade فعل معناه يقنع. number 57 the police are carrying out tests to try and find out the cause of the death. طبعا find out معناها يكتشف او يعرف عن، والجملة معناها ان الشرطة بتقوم باختبارات لكي وتحاول ان تجد وتكتشف سبب الوفاة. number 58 the plane is not land at 3 o'clock. الإجابة هتكون is due to، وهنا معناها من المتوقع أن أو من المقرر أن.
والجملة معناها الطائرة اللي متوقع ان هي تهبط لاند يعني تهبط في الساعة الثالثة. lead to يؤدي الى object to يعترض على وبيجي بعدها verb ing بالمناسبة زي look for to برضو بيجي بعدها verb ing بس دي معناها يتطلع الى. number 59 I worked extra hours to make up the time I had missed. اللي جابها تكون up for make up for ودي معناها يعوض والجملة معناها انا اشتغلت عدد ساعات اضافي عشان اعوض الوقت اللي انا اللي فاتني. number 60 بيقول فيها he was sent to prison for a crime that he didn't not. الإجابة didn't commit والجملة معناها ان هو ارسل الى السجن بسبب جريمة هو ما ارتكبهاش. كلمة a crime بتاخد فعل commit معه. number 61 another national survey carried out not last year found the same result. الإجابة هتكون كلمة carried out. carry out فعل معناه ينفذ أو يقوم به والجملة معناها مسح أو استطلاع رأي محلي أو قومي تم تنفيذه العام الماضي وجد نفس النتيجة أو وصل لنفس النتيجة. carry on فعل معناه يستمر أو يشارك فيه. number 62 we waited with not for the winner to be announced. الإجابة هتكون waiting with bated breath ينتظر بفارغ الصبر. number 63 he not no effort to contact his parents. انا عندي كلمة effort ما بتاخدش الفعل دو يبقى الاتنين دول غلط مش نافعين. فضل عندي make و made طبعا هنختار made لان انا لو خدت make لازم احط في الفعل s عشان عندي فاعل الجملة مفرد. number 64 she has applied not a job with an insurance company. apply تحت حرف جر مجرور معناها يتقدم لطلب وظيفة والجملة معناها هي تقدمت لطلب وظيفة في شركة تأمين. number 65 he didn't seem very not what I was saying. الإجابة هتكون تنفع keen on تنفع interested in يبقى الإجابة هتكون A and B والاثنين نفس المعنى دي معناها مهتم بي اللي هي letter B وليتر ايه معناها حريص على والجملة معناها هو لم يبدو عليه انه مهتم بما كنت اقول. number 66 after 10 minutes trying to get the answer I gave not. الإجابة تكون gave up فعل معناها يستسلم والجملة معناها بعد 10 دقايق من محاولاتي ان انا اجد الإجابة في النهاية استسلمت لاني ما وصلتش للإجابة. gave off معناها ينشر give out معناها يوزع give in معناها يسلم يقوم بتسليم شيء يعني مش يسلم بالإيد يسلم يعني يسلم حاجة يعني. number 67 they argued not the right to strike. الإجابة هتكون argue for يجادل من أجل والجملة معناها هم كانوا يجادلون من أجل الحق في التظاهر. number 68 people were not while the firefighters helped the family from the fire. الإجابة هتكون waiting with bated breath. طبعا التعبير ده اتكرر كتير جدا في الوحدة بيقول الناس كانوا ينتظرون بفارغ الصبر بينما رجال الأطفاء كانوا بيساعدوا الأسرة ان هم ايه يطلعوا من الحريق او ينتشلوهم من الحريق. عندي بعد كده التمرين على المشتقات والملاحظات اللغوية وأول سؤال فيها number 69 my brother is not doctor he will get his degree next year. طبعا الإجابة هتكون trainee وبيقول هو سوف يحصل على الدرجة الجامعية بتاعته العام القادم يبقى هو لسه ايه هو لسه متدرب ما ينفعش يكون مدرب لأنه لسه ما حصلش على الشهادة وبقول له هيحصل عليها السنة الجاية يبقى ما ينفعش يكون مدرب ولا employee ولا موظف لأنه لسه ما تخرجش هيتوظف ازاي
ولا صاحب عمل برضو لأنه لسه بيدرس. Number 70, we need to add some modifications for some pieces of furniture. الإجابة هتكون كلمة make علشان عندي كلمة modifications بتاخد معاها الفعل make، والجملة معناها ان احنا سوف ان احنا محتاجين ان نقوم ببعض التعديلات على بعض قطع الاثاث. Number 71, the match was cancelled not heavy rain. الإجابة هتكون owing to، اللي هي بتساوي due to، بس غير due to اللي احنا خدناها في الوحدة بمعنى من المتوقع ان او من المقرر ان. هنا الاثنين دولي لهم معنى واحد، معناه بسبب بيساوي because of، وبيجي بعدهم كلهم noun او verb ing، noun او verb ing، والجملة معناها ان المباراة ألغيت بسبب المطر الغزير. Number 72, they not a lot of money this year. الإجابة هتكون made بتساوي earn، يعني هم عملوا فلوس كتير هذا العام، كسبوا فلوس كتير السنة دي يعني. طبعا gave يعطي وperform يؤدي وdid يفعل، chain foul. Number 73, they not turned over all evidence to the court. الإجابة هتكون كلمة investigators. Investigators هم المحققين، اللي هو ممكن نقول عليهم رجال المباحث. يقول المحققين turn over معناها بيسلم كل الأدلة إلى المحكمة. Investigates فعل معناه يتحرى من أو يحقق أو يتحقق. Headlines اللي هي العناوين الرئيسية في الجرايد. Editors اللي هو المحرر الصحفي. Number 74, they not a few changes to the plan. اللي جابها تكون made، وطبعا كلمة change بتاخد معاها الفعل made. عندك فيه جدول معمول الحاجات اللي بتيجي مع do والحاجات اللي بتيجي مع make، وده جدول مهم جدا، من المهم جدا انك تحفظه كويس جدا ما تلخبطش بينه. والجملة معناها ان هم قاموا ببعض التغييرات القليلة في الخطة، عملوا بعض التغييرات في الخطة. Number 75, when my father asked me about the exam, I told him that I did not well. طبعا الإجابة تكون do well، اللي هو يؤدي أو يحل جيدا. الجملة معناها عندما سألني أبي عن الامتحان أخبرته أنني ما حلتش كويس. Number 76, your qualifications are good. Your main disadvantage is your lack of knowledge. الإجابة هتكون experience، والجملة معناها المؤهلات بتاعتك جيدة، عندك مؤهلات كويسة، بس العيب الوحيد أو العيب الرئيسي هو نقص الخبرة. طبعا experiences اللي معناها تجارب حياتية أو مواقف حياتية طبعا ما تنفعش. experiment معناها تجربة معملية مش هتنفع. وskillful دي معناها ماهر، أنا هنا محتاج noun عشان lack of بيجي بعدها مفروض noun يعني. Number 77, she has not a great achievement despite her disability. الإجابة هتكون كلمة made، طبعا ده زمن مضارع تام has made، وعندي كلمة achievement بتاخد معاها الفعل make، يبقى مش هتنفع باقي الايه باقي الاختيارات. والجملة معناها ان هي حققت انجاز كبير بالرغم من الإعاقة بتاعتها. Number 78, she estimated the cost of building a new villa. الإجابة هتكون cost، اللي معناها تكلفة، وبتيجي فعل بمعنى يتكلف أو يكلف، والجملة معناها هي قدرت أو قامت بتقدير تكلفة بناء فيلا جديدة. cost يعني ساحل، boast معناها يتباهى أو يتفاخر به، and boost دي معناها يرقي أو يعزز أو ينشط. رقم 79, مستر أحمد asked his students to make creative suggestions to prevent pollution. اللي جابها تكون make عشان make suggestion، والجملة معناها مستر أحمد
طلب من الطلبة كتير ان هم يقدموا اقتراحات creative، اقتراحات اللي هي ابداعية عشان يمنع التلوث. Number 80, I have not many different and interesting situations in my work. الإجابة هتكون I have experienced with زمن مضارع تام. و experience هنا جاية فعل معناها يمر بي أو يعاني من، والجملة معناها أنا مريت ب كثير من المواقف المختلفة والشيقة في حياتي العملية. experience ما تنفعش لأن أنا محتاج تصريف ثالث زي ما قلنا بعد هذا. experiences دي معناها مواقف حياتية، مش هتنفع هنا، أنا محتاج فعل. وان experience طبعا موقف حياتي برضو مش هتنفع. Number 81, my grandfather is wise, he has different not in life. الإجابة هتكون experiences اللي معناها تجارب حياتية أو مواقف حياتية. وجملة معناها إن جدي رجل حكيم، هو عنده different experience، عنده تجارب حياتية كتير في حياته أو مواقف كتير حصلت في حياته. طب ما ينفعش أختار experience بـ experience، المفرد دي معناها خبرة. طبعا ما ينفعش أوصف الخبرة بإنها different، إنه بقول عنده خبرة مختلفة في الحياة، طبعا مش هتنفع. experiments تجارب معملية، exercise تمارين اللي هي تمارين بتاعت الرياضة مش هتنفع برضه. رقم 82, he isn't happy not being rich. الإجابة هتكون in spite of، ودي معناها بالرغم من أو على الرغم من، وبيجي بعدها noun أو verb ing زي ما احنا شايفين. والجملة معناها هو ليس سعيدا بالرغم من أنه ثري أو غني. الجملة معناها بالرغم من، لكن بيجي بعدها جملة فمش هتنفع. because of ملهاش علاقة هنا خالص، أنا هنا عاوز حاجة بتعبر عن التناقض، وbecause بيجي بعدها جملة وبرضو بتعبر عن السبب، مش هتنفع هنا، أنا عايز حاجة بتدل على التناقض. رقم 83, he is 70, he is energetic. الإجابة هتكون although، اللي معناها بالرغم من، ولسه قال إن بيجي بعدها جملة، هنا جملة he is 70، جملة معناها بالرغم من إنه عنده 70 سنة إلا إن هو energetic يعني نشيط أو لازال بيحتفظ بنشاطه. رقم 84, my brother has a very difficult decision to not next week. الإجابة طبعا كلمة decision بتاخد الفعل make a decision، والجملة معناها بيقول أخي لديه قرار صعب جدا محتاج إن هو يتخذه الأسبوع القادم. Number 85, you can add another reason not the pollution problem which is illiteracy. الإجابة هتكون reason 4، reason تاخد حرف الجر 4، وأود حرف تاخد Y أو Z لما بيجي بعدها جملة، بس هنا هناخد 4 عشان جاي بعدها noun. والجملة معناها يمكنك أن تضيف سبب آخر لمشكلة التلوث وهو illiteracy يعني الأمية أو الجهل. طبعا ده من أحد الأسباب المهمة في التلوث اللي احنا عايشينه. Number 86 بيقول my father enjoyed watching different matches on TV but he rarely not any sports. الإجابة هتكون did، لأن كلمة sports بيجي معاها الفعل do، والجملة معناها إن أبي استمتع بمشاهدة المباريات المختلفة على التلفاز لكنه نادرا ما يمارس أي رياضة. طبعا بقية الحاجات دي مش هتنفع. عندي هنا كم مسألة بيقول لي don't get confused، ما تتلخبطش وما تغلطش، ركز، لأن الأسئلة دي محتاجة إنك think carefully، تفكر بعناية قبل ما تتسرع في الإجابة. أول مسألة بيقول anyone not enjoying the club should contact us at the address below. الإجابة هتكون كلمة interested، والجملة معناها أي شخص anyone، أي شخص interested مهتم بالانضمام للنادي ينبغي عليه أن يتصل بنا على العنوان بالأسفل. طبعا هنا مش هينفع أخذ is interested، ليه؟ لأن هنا أنا عندي محتاج صفة على طول، لأن anyone دي من الضمائر الغير محددة indefinite pronouns اللي الصفة بتيجي بعدها مش قبلها، دي حاجة. الحاجة التانية أنا مش محتاج فعل ولا is ولا are،
بيقول لي مش هينفع. ليه؟ لان عندي فعل الجمله موجود اهو اللي هو شوت كونتاكت، خلاص. فالجمله دي كان اصلها anyone who is interested، فانا لو هينفع اخد is interested لازم يكون قبلها ضمير وصل هو، فاقول anyone who is interested. فايه اللي حصل؟ حصل ان انا حذفت ضمير الوصل وحذفت كمان الفعل المساعد وبقيت anyone interested in joining the club. Number 88, the patients fair not the operation hard. الاجابه هتكون طبعا قبل ما تتصرف الاجابه وتختار دو او ديد هتبقى ميد. طيب انا عندي the patients fair، خوف المريض جعل العمليه الجراحيه صعبه، خوف المريض من العمليه خلى العمليه صعبه. طبعا مش ساعه ما تشوف كلمه اوبريشن تاخد دو على طول. دو ان اوبريشن معناها يجري عمليه جراحيه، دي معنى كلمه دو ان اوبريشن. كمان اوبريشن ممكن تاخد حرف ممكن تاخد فعل تاني غير ميك ودو، ممكن تاخد هاف. هاف ان اوبريشن معناها تجرى له عمليه جراحيه، يعني انا يعني لو قلت مثلا اي هاد ان اوبريشن معناها انا اتعمل لي عمليه جراحيه. طب لو قلت اي ديد ان اوبريشن معناها انا اللي عملت، يبقى انا دكتور عملت عمليه جراحيه. المهم طب ليه مش هناخد ينفع ناخد ميك؟ لان فاعل الجمله مفرد، فلو هاخد ميك لازم احط هنا اس. نمبر 89، يو وير نوت تو اسكيب ان هارم. الاجابه هتكون كلمه فورتشنت اللي هي صفه معناها محظوظ، والجمله معناها انت كنت محظوظا انك هربت بدون ما يصيبك اي اذى، unharmed يعني بلا اصابه. طبعا عندي وير فيرب تو بي، وفيرب تو بي زي ما احنا عارفين بيجي بعده ايه؟ ادجكتيف، او بيجي بعده صفه، فما ينفعش يجي بعده ظرف، فاي وبي مش هينفع. فاضل عندي فورتشنت يا انفورتشنت، فانا هقول له انت كنت محظوظ انك خرجت من غير الاصابه، ولا اقول له انت ما كنتش محظوظ انك خرجت من غير الاصابه؟ فالمنطق بيقول ان هي هقول له ان انت كنت محظوظ انك هربت من غير ما يصيبك اي اذى. اخر حاجه نمبر 90، ماي از ويل از هير سيسترز نوت ا بروميس تو هيلب ذا مذر ات هوم. طبعا الاجابه هتكون هاز ميد. انا عندي از ويل از لما بتيجي بيكون قبل منها فاعل بنسميه فاعل اول، وبيجي بعدها فاعل تاني هير سيسترز. الفعل اللي هيجي بعدهم بيتبع الفاعل الاول، فانا عندي الفاعل الاول كلمه ماي مفرد، يبقى هاف دن غلط وهاف ميد غلط، ادي حاجه. طب انا بقى اختار هاز ميد ولا هاز دن؟ ابص الاقي كلمه عندي كلمه بروميس، وبروميس بتاخد الفعل ميك، ميك ا بروميس، يبقى خلاص هاز دن كمان مش هتنفع. بصش عندي غير ميد، والجمله معناها مي زي اخواتها قطعوا وعدا على انفسهن بانهم يساعدوا مامتهم في البيت. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. تستنوني الحلقه الجايه ان شاء الله هنحل تمارين القواعد بتاعه كتاب العمالقه للدرس الاول والثاني لعام 2024. يا ريت لو عجبكم الفيديو تضغط لايك للفيديو وتشاروا مع زمالك على اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي زي الواتساب والتليجرام. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.